جاء هدفان ضد مرماهم وهدفين في شباك فريق جمعية وهران. هاي الأهداف سي حميسي، هذا الهدف الأول ضد مرماه ثم تعديل النتيجة. خطأ من حارس المرمى وتكلمنا عليه سابقا، حارس المرمى ما كانش على ما سوسي زابوي باش يضرب الكره كما ينبغي، وهذا سجل. هنا تمريره ممتازه من زرداب، حمزاوي راس حربه فعال على طريقه المهاجم الحقيقي الصريح بالكره وسريع، ودار الفارق ما بينه وما بين المدافع. ثم تعديل النتيجه في الوقت قاتل. يعني انا نشوفه تعديل مسعودي ضد مرمى، نظن هذا هو المدافعين الكرات اللي تلعب